يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الخلق وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيضا مثلا سيد ربي سبحانه عز وجل الشرع عد توبة بشد توب العبديس الروس وكذا ذا سيسمح أي خطر إزرام ذا شو إقلان داخل الخلق سيدي إدي خلق إزرام شيد يفكر ربي ذي النفسي عندنا آدم إزرام ذي عرض بعد الإنسان الذي يتوب سيد ربي يوجد ذا شهد سيسمح ثبوت التوبة ميت مثلا دائما في جمع سيد ربي الإنسان الجامع للمحال ذي الدنيا أليس سيد رحمن سيد ربي وكيد يقول سيد ربي ميت مثلا سبحانه عز وجل القرآن الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سيدي ربي الخالق الواحد الأحد يثمثل ذا حليل إغيت حليل باش هذا نغير الورس باش هذا نثوب لكن ذا غيعفو الذنوب النار لكن نفغ دي الدنيا تقام ثورك أنت شبحانين كن نصدر ذا الرحمين سلواسعا ذا حلل إلا غير تحلل إيه مثلا هذه قرء إن تسمي العيبة ذيو إلى عيبة ذيو إيقاد يعيش شوية ذي الغفلان غفية نفسي ذا ربي غفية نفدي يقفوث أنت نفسي مثل أروينو لي هلا وتسيستار ذا رحمة ربي سيدة ربنا ذا اللي يعفو دلوه نوم ولكن آية مثلا مثل آية جيم أرجى آية في القرآن ولكن سيدة ربي سبحانه زوج لم يتمثل غسل يعفو الدنوب إن شاء الله هذا يعفو الدنوب من أمرا إن شاء الله ربي ولكن الذي قام غيث دار ورق ذل يقرب وأنيب إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون إلى قد غير قفل غرواري إلى قد إنسان يغير الروس وصير بالعفو وذي ثم غرواري سيد ربي سبحانه زوج لنا ذي سيعفو أي خطر الله دي تسمر مرة مكو ذي قد يومني سكتب على الفيديو من دينيس يزرب لي غلطا أمشي دي قريت مثلا قد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلى قد ستوب مرة أكو المؤمنين غسل ربي باش يسامحهم على خطر شنو نيت مثلا دي قد ستوب توبة يجم أن يخدم العدل الإنسان الغلطة يغير التوبة على خطر يتسمع يزرع سيدي ربي بلي الانسان بالغلط الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ان ادلا يبدل الدنيا ثمرة اغلط كامل او اكل ما لنا اغلط ولكن الخيار ذاك سنة وماذا كي يستوي على سيدي ربي وماذا كي يستوي على سيدي ربي سيدي ربي سبحانه وتعالى اي اثنتين يحمل ما يغير الانسان على الورث يفرح سيد ربي ما يغلل الإنسان لا 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 ذي صغر غرص غرص اللي بعد ذي بعد ذي بعد ولكن أثكات في ديسم به هذه ديسم به هذه المعطين ونسقاس أكيد باش أثي ديال غرص أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرتين أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أسيقار سيد ربي الخالق الواحد الأحد مثلا أديس به يا عبديس أفريد مرتين يسكوز بشي في ديار غروس لكن الذي ثوب كان الذي ثوب أفريد العالم سيد ربي سبحانه جل جلاله قال رحمين سلواسعة يا خطر رحمين سلواسعة دي كيف لا تسحبين وقد فعل
سيد رب الخلق الواحد اللي قرأ رسول صلى الله عليه وسلم يكمل يكثر ذي العرشين اسمين دي خلقيش مخلقين سمعها يكثر رحمتي سبق غضبي الرحمين تزوال الثاني الرحمين شتو سعي يكمل يجي فلس حلين يفلس حلين بشدة نغير غروس العبد أي مثلا ولا قرنا ذي تردد باش يغير وبدن سيدي ربي ولا قرنا ذي الزرار من ما في الدوضة في الدوضة في الدوضة من الحق اني ما تسوي روح نينس اي خطر اي الفوي يقضي وقت نوت في عالم ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر يقبل سيدي ربي التوبة العبد حسن رجلا الى غالب يقول دني الوقت نيقى روحة ذي ماذا يخلاص توبة ينسر يقول ذي الله غايب من الندب اللي بعد الإنسان وتصفقه بيده لذا كي حشم يومن ولكن ماذا الإيمان الإيمان ما ليسعه في الوقت نيقى على روحه كم وثين في عالو إنه لقد يسعه الإيمان أقبل إذن إيه مثلا الإنسان كن قادر تردد في التوبة إلا قادر تردد ليغير سيدة ربيه إلا قادر الصعب إلا قادر أن يغير ذريد الدين أن يستغفر خطر من يغشي غير مثلا وكل يوم بشور إثنتم الطيب في التوبة إثنتم الطيب مش يدو غير عصي ربي شما قال الدين عيفة ذا النظر يكتب عن ذلك الدين وخدمنا ربوين العادية أسن ذا شاس من النويلي ونخم الحاجة العالية إيمانيش ونخم الحاجة الدين إيمانيش خلم ثكون من أين العالية ثبع من ريد الدين يكون واخر نصلي لقليت بعبريد الدين يخدم ذوين الدين يسعى المسؤولية لزات ربي يشوفوا العباد وفريد الدين ولكن ماشي تسيد ربي انا يتمثني قد كان ناخذ الاسلام قد كان ناخذ الدين قد كان حاجه ولله سيد ربي سبحانه عز وجل يتسمر الا غيتحلي باش نتبع ابري ديسك انا غيرزق الرحمن الرحمن دوني قد الرحمن اخره النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه مثلا انت ساسي منش بنفسي يقول إنك استغفر سيدي ربي والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة أكثر من 70 بذلك استغفر يستوب سيدي ربي وقدمني في محمد صلى الله عليه وسلم معصوم أصلا داشي يخدم بين حاشين العاية يخدم داشا بني لنكونين وتشجل الهوى فدع ديوم يقارف سيدي ربي وتشجل في نفسه فدع ديوم يقارف سيدي ربي وسجل الأمور من الدنيا أدعى الدين إقالة السيدة ربي كل شيء يتفكى عن حشرة هذه القيمة اسم هذا الوضع العاملي كذا شيء تخلو لا تصدم وين تخلو خطروا كم الدنيا تقوكو كثير فعالة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم تشوف عملية مثل أماكن القار ذي ماد يغيل على رسيلة ربي سيدة ربي سبحانه وتعالى أبي يستقبل صرفة السرور قال العلماء أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله يفرح بتوبة عبده من الظمآن الوالي ومن الضال الواجب ومن العقيم الوالي يفرح سيدة رب الخلق الواحد الأحديث مثلا ستوبة العبدس أكثر بأنك نغرق من شحال وسعر بالوسي بعد رسخة ضربية أكثر بأنك نغرق من الفاذ من بعد رسخة الضربة يفدى من التسي ويفرح أكثر لعب ذنيا إما فرحة كنا دب بين شيء فقر كيف يفدى الله رسخة اللي ثمور في الصحراء في الولاس بعد يفاز يفرح سيد ربي أكثر يعب ذيش خطر يعب ذيش ويعدش ويفغل يعدش وذي يخلي قرم العادة خلق فيدي ارحمين شيء فيدي يخلق ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما توبة ما يتمثل 9 شهور ماشي الحد قوارن أفي عبد باش التوبة سيدي ربي تسوفني غش يوم لا إنسان المؤمن يتسوف كل يوم يتسوف سيدي ربي سبحانه عز وجل أي خطر نخدم الغلطة فقط تشتي الفقرة لا تلمين فقرة إنسان ادخل الذنوب السيئات يتحلل تيد سواء نفاق او انفاق
تم بنات يغير سيجارة اليوم إيه مثلا أدي استعرف سبغانا تكخل خطا الانسان المستعفى في الغلطه مكرره مكرر الصوفه سيده ما يستعفى في الغلطه ام المبتدع الانسان المبتدع ويدي يكتب عن يكتب عن ويدي تدي خلق البدع البدع العاده تجم العاده تجم يقدر الدين يقدر المؤمنين يقدر الاسلام ويدي خلق العاده تجديد وبسعونا التوبه وبقي باقي باقي نرمي مثلا الانسان ان يستعرف الغلطين تبي تجوال ان يغير سيد ربي وان يستعرف الغلطين اذا انما مثلا ان يوخر في الغلط اللي يدخل مكان الى قد يوخر في الناس الى قد يباع في مقر الاقلاع في السريه النظام ما يستعرف باللي الغلطه يخدمت الصح الذنب جلس السيد ربي سبحانه جل وجل يحل السيئه كما جلس السيد ربي سبحانه جل وجل هذه ندم شكويش شكويش خاطر زعما الناس ندم نشوف لي سبيرس كي ربي صراوي واش مش من السيافه في السيافه اللي بلا دي عهد سيد ربي ولا عاود يغير وين يخدم اجي وما في ديال شطو صغاري مثل ما في المظلمه اللي جلس المسيسي يتسلسك تنرس ولي ضريف تليه في حاجة إلا مسائل غروس إلى قصر إلى قصدر بالسمح إلى قصدر بالعفل باش تزيز في ضريس لكن نتسيلي التوبة اللي كنا رفع سيد ربي أيه مثلا إن شاء الله مقهويتي لن يغشيني رنيف مثلا إذا مش قرية على التوبة والرجوع إلى الله أردو نرضي أي من ذلك تلك مقام صحبة الأشرار ما في لذا ما في الصحبة إيش ما شيت الصحبة يكتب عن أذن سيد ربي حشبة من الأشرار غسل الصفعة سدوني ذنسان ولكن نسخ بيانا دوني ذنسان إذا قد سعرض الصحبة صحبة الأخيار الصحبة بوذك في معنى بريد الدين بريد سيد ربي الخالق الواحد الأحد معجوز الذي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أمشي لي لعيبة ذلك خدم الأخيار لعيبة ذلك خدم الدين لعيبة ذلك خدم العمل الصالح لكن أتسي في السنة القوية والسنة يا المؤمنين أتش يكاسني خيط المؤمنين ما هضرنا في فريد من ديني أتش نسمع كثير أحنا في كل وينك أكيد يشم كثير في فريد من ديني أحنا في كل وينك يدير ناشي قربي الولاد يشم كثير شي قربي إنك أولياء الله سيد ربي الخلق الواحد الأحد قد القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم معجوز قال الذين إذا رؤوا ذكر الله الأولياء سيدي ربي ذوي ذلك مثل طوال ذلك مكثات سيدي ربي ماشي الدنيا ثالث مكثات ذو مكثات سيدي ربي الخالق الواحد الأحد سيدي ربي الخالق الواحد الأحد مثلا حشي من العاين هذا في الغرس انتك يخلق الخطأ انتك يفكر الناس نيدي فوندك شيء يكون الجوارح اللي سيتس حالك ذاكي أنا طريف كي يكنيد بشي الصغر الدخصين أنا طريف كي يكنيد بشي الصغر الرضر الخلقيس إذا لك حمد ذات شكرا أي مثل التوبة الرجوع إلى الله ونسفتان العالم طنك نزل نفسي ساعتين إيش سيد ربي الخالق الواحد الأحد يقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال العلماء من سيد ربي سبحانه وتعالى قال ثم يتوبون من قريب مدى ودي قدر المسنين باش يفيق
حسب سيدي ربي غفي مانيش اخوي في الحق غفي مانيش ما يغير في صغر راسه اللي بيستقبل شي مرحله الانسان اللي قرا مرحبا يسك في كل في كل وقت وحيد شفت شو فيها برا بس الزيت على الوريك وزر ربي دي ما ضراش ولكن اسمع دو بالغرغرة من غرغرة ما يقرا عن سنين فادي روح ولكن خب ما سيدي ربي ولك ما دو الملك الموت دي يا ربما نروح نيني من بعد استقال بقري ثوفا بقري ثوفا وإذا نعم يهديس سيدي ربي العذاب الآلي وليست التوبة على للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما إذا أية مثل سيدي ربي الخالق الواحد الأحد يغدي في قمزة حل يغدي سحملي هذه قرغة ويثق من كل فتي حال غير بحاثة الحم سيدي ربي أكون يدي سيدي الحديد دوليث أكون يدي الحديد الأخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لو كانت شوية آية مثل الأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم الأقوى من سن مرة صبر تنسى الاستغفار وغيدر سيدي ربي استغفر ثوب او غدر سيدي ربي هذه اللي تقولها اكيد كسر الطيق للخيط اللي تعيش لكني اكيد يرزق اكيد يرزق يكون شد في النظام اكيد شوف انا عتاب عتاب السعيش الدنيا تزدية الدنيا الدنيا الحياة السعيدة على تعيش للدنيا وسعيش الحياة السعيدة للآخرة خطر سيدي ربي الخالق الواحد الأحد أين يجهد جميع المؤمنين هذه الآخرة ماشي لنادي تصور الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقال أعد الله للمؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر إني كيف سيدي ربي للمؤمنين يوم القيامة إن ولا تولي إن سيدنا المزور خطرين سيدنا المزور اللي يغرف وين إن سيدنا المزور إن زارة تولي دروس إن شوية ولكن إن نسل نسل أفل أفل قمث من الوضارة أذن نوايا لا نسل يسل ولكن إن بتعدين قوي العمد إذا تخيلات تخيلة يغرف كلش ولكن أين يبقى كسيد رب سبحانه زوج لهم المؤمنين أزمر لا تتخيل من بعد خيول تزمر لا تتخيل إذن على خطر سيدي ربي يعني مثل سبحانه مع زوج له الخالق الواحد الأحد اغرب مريم دي دوني اغرب مريم دي الآخرة ولا يظلم ربك أحدا إيه ظلم سيدي خيقني على ذيش مشو حد سيدي روح اغرب نصر رزق وذي اتبع دي دوني بشد يغير غروس على إيه مثل هو مثل جعل بلي الدروف ورعا المرا دروف وعريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيما نيش بالبت ولي معصوم إليك استغفر وفي رواية أخرى إني استغفر الله في اليوم 100 مرة ميفا ذلك استغفر سيدي ربي يبقى المعصوم ويخحش إلا عيد خدم ولكن الدنوب وعريف الرسول صلى الله عليه وسلم يثمثني المادة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يروح رغوص الصحابي الجليل معاذ بن جبل ينيس يا رسول الله أوصي مش سيدنا الحبيب الأعظم ينيس اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إني سبب ربين دفع غثية إني استبعث السيئة الحاجة دمشتها في الزلد خلط السبعث الحسنة تسمعوها إني
صعب الأخلاق الحسنة لعباده. هي في مثل خزر يعني سبحان الله لحد ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال إيه قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، استبع السيئة الحسنة تمحوها. لكن الذي تألم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال غير ياث مثل ذنب ثوبث مثل ذنب استغفرت مثل ذنب خذي خير باش تسلكم سيئا على خطر الوقت واسم حالة باش نجي باش نجاكنا هادشي الوقت سيئات الذنوب في لنا. أي مثل العمل من ابن آدم بمثابة وعاء، أما كما قال الوعاء كعام كي كنا إذن في الجمال دي كريد الذنوب ذنوب السيئات ابن آدم كل من ند إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطاء إلى التوابون الوعاء أجيد ستشعر. ولكن بطولة الإنسان زعامة الإنسان مثلا وتجرى من حين النساء ستشعر أتي تتبع الحسنة باش أدت صمه سيئتنا المحوط أدت صمه كيف إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها. أتبع لحين الناس جمت الزجاجة مثل شيء حسب الصور حسب الصور الصدقة حسب الصور سوري العين حسب الصور سلاح ودى الفاسة هذه حضر مسلي الهام هذه عمر سيدة ربيع هذه شدة هذه خمى كل بكات الصور بني والناس ويث مثلا لو كان هذه الشهر الوعاء هذه ما تستشار الوعاء قد تستشار قد تستشار هذه الشهر الوعاء نيسا بقيم كثفة في خمسة ديس ذي تسوي المشوال من الوعاء لاني بابا اللي ما تستشار يوث الحيلة لو كان أصلا تقيدة دلفن يوث تقيد مثلا دست دلفن. ولكن الوعاء أن ينسيف مثلا الذنوب الأنجر بيجي مؤمنين ماذا قلنا أنه روح دي الفن لا يقف السيد عبادة صدى الله لاني فرد اللي رمت شوالي من العام السنبي يريد نفور يا عصير يخل كيك الحاجة كمش تيد طوح الدارين بتوخل ميسات كما بريد تورد زفزات طرفعي حاجة كمش تيد طوح كالكا السنبي سبحان الله خزاك يريد نفور يا عصير بس ناشي خدمة بريد ضرية شوكيه نسيت شعر الوعاء نيس تسقف كان يدي على يسوفنا نيت شعر الوعاء نيس خطر حاجة عبي بزرعنا يشوك ضرون داخل لعيبه. ولكن مدى صوب العذاب اللي نسيت ربي فلس وزن ذاك ربعان يقاص ربي سبحانه عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إن خشنا صار البأس سيد ربي صوب الفلس سيدنا عصد ربقي يرمي من أقرار الثوب إني ولكن دي وقتنا وثن الفعال. إذا أيه مثلا الشاهد عندنا الناس ربي ذي حق عندنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذي حق إنك السيئات بعد الحسنة البشر في معهم وتسجد أنا تركت دخل يقول ونون أخذ كل سيئة أخذ من عام وسجد بعد الحسنة أيه مثلا سنو قد تبركت الجويس هذا مثلا قد تبركت الجويس هذا مثلا قد تبركت الجويس هذا مثلا قد تبركت الجويس حاشا ما يغيويش لذلك وقف الدقار كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقف الران أي مثل إلى أن كل يوم ذي غول سرجوع إلى الله أجي وهي سيد ربي أبي ثوبة سيد ربي أبي الصال أبي في عادل الدين أبي خميني الآن أبي خمي خير شتوق علي معنى ذي الغير نظام ذي عباد النظام أذن في الله سكنش نياجه المهم الخالق الواحد الأحد. إيه المكتوب هيك ماشي بفوس العديد لا بفوس السرابينا ماذا عدنا السيد ربي تخلي العباد القرار خطر من العباد ميك فسيسي الله باش يجمع لذلك خرمان الناس الرسول صلى الله عليه وسلم
لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إن سئل سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إن اسمع ما تضرب طلب ريو نظر كان سيد ربي، ما تستعن استعن هذا شوية من استعن كان سيد ربي. إن يشو كان خدوك لك الدنيا فاقي مرة ما أكوك خدوك لك خلي لدي الخلق ذل إنسان الجيم أو خلدي فقر بها الدنيا باش أكبر رسيو في حاجة ممكن يضر ربي جميل أكبر ما غادي كنفع نشوف في حاجة ممكن ينفع ربي جميل لكن نفع ذا شرف بوظيه ذا شرف خفيه. أسر أثر بوذا سيد ربي ما هو سيد صدور: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادح فملاقيه. نكون يبقى سيد عبد الفلاح صفحة الدوار الحسن البصري في الناس يعفو ربي رحمه الله ورحمة الواسعة. إني كنا ذكر لها الصباح إني كنا ندقوا السنين الروس السيني أنا يوم جديد وعليك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إني كنا ذكر لها الصباح السيني السجي أدي ندقوا السنين الروس إني كنا ندقى سنين السك نكينا سيد ذا جديد في الله واتشهد في الله أخذ من الخير بكين على خطر مرة روحة ثمدت مرة روحة بس إني شد صغيرة إلى يوم القيامة. أنا افترض يعني مريع دي وس كامل وتسوك في باصي ربي من نسيون من العارفين من ميد العيد والكل الناس اللي كنا نسجي مع صغار صدر بين السكية السكب لك مع صغار صدر في جوجل في مشطة الحواج الحاجة بمشطة الناس السنين العيد يقال يتسرق من من نسجي قرص صدر بين وكل فعلنا العيد اللي يتشدوا ذاكي سدود العبد الزلرة سدود العبد اللي كفان يرفيد تأذن خرك تسرن فرزاني في نظريد الدين الشعوذة تسرن التخلف إيه نسنا في خزر المثني شيء ما نسك أم كي تعيشن الحياة اليومية أم كي تعيشن إذا في ما نسمى شيء بخير الله أما الجبال نسمى مثني أما الدخان نسل خطر الإنسان كل راعي مسؤول على رعيته السبع بابي ذندين السبع الوربك بابي ذندين فنقابك أزين أسكت زمان بسطين هذا سيد ربي سبحانه جميل سيد ربي فلان يخذ منك عمد فلان يخذ منك شياطين الإنس والجن عمر الإنسان محدود ذي الدنيا ثلاث مثلا أشكد يكر يفدي من يس ما زيد شفض النفس ليس أبي حمد سيد ربك أثي شكر أثني الرئيس والوسل الزهار إذا يغير سيد ربي سيد ربي سبحانه عز وجل لما يثلثنا ما يغني على غرور استفرحك فرح ما كنت منها ماشي الدنو في تخذ مبارك شخو يعني الانحرافات اللي تنحرفه هذا خفير وتسوى ذلك شعبين ثبوة نسيجة ربي توسع يحمل وين اللي استغفرنا الغرس يحمل وين اللي ثوبنا الغرس يحكد أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كدينا إنك لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. إنك لو كنت تذنب ما أقلع تذنب ما إنك كنت أثنين المغمرة أدعي ودعي ذلك ذنبه
واستغفر لك سيدي ربي واذا سنو غفر سيدي ربي لك سنو يحمل احمل سيدي ربي ولا استغفر يقص أخرى يتطيف مثلا إلا وين قال الاستغفار الاستغفار العام إلا وين قال الاستغفار الخاص الاستغفار العام ما الاستغفار يتسلم يا عبد القادر ذي ربي ذي ربي ما يعجبس تقول العين كم يخدم وده حلال وكذل من السيئة ولكن الاستغفار الخاص ما يذن الذي أنتو برسل ربي استغفار إذن يقرب حمل ما يجي وقال ما يجي غيد الفيون وغيد الأولياء يضرب يد العفل وكينا ما سعفل خطر مري النبيون يتمثل يستغفر سيد ربي يتصوب سيد ربي يستغفر سيد ربي غرب ورسك سعيشي رسول صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار من لزم الاستغفار يتعب الرؤس ينسك سعيشي الاستغفار لا عمرش مرة أبوش من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أزدك سيد ربي كل الهم في يوم أذي فرج في السيخ من كل طيق إيدي ديالي أزدك ربي المخرج في السفر بسلامة وثدي أرزق سيد ربي الخالق الواحد الأحد يقول لي هنا أخطر الخزائن اسم قريث يقرد وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وزي ما الشكر أشيك وزي الحاج وزي سعر سيدي ربي الخزائن اسم شرط اسم كتلق إذن ليت مثل الشهد الإنسان وزي سعر الرحمن سيدي ربي وغاد سيدي ربي الزين ضغط سيدي ربي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له هذه تفسير ربي في لونه ونظر العمرنا ونظرنا محدودة يتمثل السجمون روح على السنة نزمنا نروح أن قبل سيد ربي سبحانه زوجنا العمل الصالح يعني يتمثل الإنسان مريء يغيدر سيد ربي ازدف كي يجمث اقبل الجمث لخاف ازدف كي يجمث الدنيا ما يخدم العهد الدنيس ابن تيمية رحمه الله قال من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة سيقول قام جنة الإيمان إذا حس يوت السعادة ما بعدها سعادة جمع تفضي تخياق جمع تفضي تقلق جمع تفضي محادة الدنيا أتفضي تقير الحالة دائما يشعر يقرأ الحمد لله الحمد لله خطر ميسا عالم ضربي ميسا عالم ضربي ميسا حاب ربي ميسا حاب ربي غرغصة لتوجه النداء إن سيدنا موسى عليه السلام سيد ربي سبحانه وتعالى إن سيد ربي إن سيد الحواجة الحواجة الأشياء التافهة يجيز ملاص سيرا أرضي بغي عبد النظام إن لا يا موسى لا تسأل غيري إن سيد الله موسى إن سيد الجمس ضرب الحاجة غيوة بربي سيد كانيك رسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يقرب أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقرب أوصاني خليلي بسبع أوصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسبع إذجس يقرص لا تسأل غير الله جمس ضربة أصدر بالحجر حجر سيدة بما ضربه إذن أي مثل أم هذا أليس العبد ذا الرحمن سيد ربي أم كنت صغوى إذارة الروس ميد بثثي تبثثي تفدي مالك ذي الحالية دي أتعدي أتشغل أتعود تلقش أتصر ستطاكس أتصر جهدون ميك غلق فيا أتصر ستطاكس أتصر سيد ربي ذي عفو ذي قاعدين كوين يفيدون وشوف شعب من كانوا بريد الدين هاي خطر نسيك شو اللي هني سيد ربي سبحانه وتعالى ما لا تقرض غير ورس نسك عيون اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك وأتوب إليك. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.